السلام البنات، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى تكونوا بخير وهانيين وباحسن حال. كي دايرين خوتي الولاد؟ كي دايرين مع شي عمل؟ كي دايرين دوزوا العطله بخير؟ كنتمنى تكونوا باحسن حال وبصحه جيده. المهم الغزالات ديالي راني دابا يلا فقت وتنفطر، وقلت علاش لا ما نقادش هاد الفيديو ونشارك معكم الروتين ديالي. المهم عرفت شنو مصورة هادي شي يعني ازيد من 3 ايام وانا تنصور يعني، وتيبقاو عندي الفيديوهات غير في التليفون متنزل والو. ايوا المهم كيجي شويه ديال بحال الكسل بحال العيا بحال ما عرفتش شنو عرفتش كيفاش نوصف لكم. كنت زعما تنسالي حتى لهادي تيكون داكشي مقاد. المهم الغزالات ديالي توحشتكم بزاف وكنبغيكم بزاف. المهم جيت نشارك معكم الروتين. المهم البنات هنايا هذا الفطور ديال الفطور، ما عرفتش نقول لكم واش ديال البارح ولا البارح. المهم هنايا البنات تنفطروا. المهم هاد الايامات هادي كانت معايا، راكم عارفين كانت معايا الوالده وكان معايا خويا، ودوزنا ايام زوينه وخرجنا وتسارينا وداكشي، وشاركت معكم النهار اللي مشينا فيه سميتو المهديه، وكانت الوالده فرحانه بزاف وفرحت بزاف. المهم انا كنوريكم البنات العشاء ديال ولا البارح. المهم هنا البنات كانوا عندي جوج ديال الدجاجات زعما جبتهم باش نحمرهم شويه، صافي حيت وحده وطيبت غير وحده على حساب انايا خاصني نبعد من اللحم. الطبيبه نصحتني يعني نبعد على اللحوم وداكشي يعني غير مره في السيمانه، فخاصني نعطي اللحم اتساع، راكم عارفين الوضع الصحي ديالي. اصلا عيقت باللحم في العيد، كليت بزاف يعني يوميا بزاف. والمهم الغزالات ديالي هنايا تنوريكم كيفاش الطريقه ديال التقديم زعما ديال الديسير، تجي هكا زوينه. فاش مشيت لذاك الحفل ديال الحج قدموا الديسير الدلاح، داروه حتى بالطريقه هذه وعجبتني بزاف وانا نطبقها هنا وصافي. المهم هذه هي العشيوه ديالنا البنات، ودوزنا ليله زوينه. كان معايا خويا وكنهضروا في داكشي ديال اليوتيوب، حتى هو عنده معلومات زوينين في دماغو تنوريه حتى انا، وحتى هو عنده قناه ديال داكشي ديال الالعاب، وهو قريب يفعل القناه ديالو، راه انا وياه يعني تنتسابقوا. وصافي خويا در ليا بزاف وتنبغيه بزاف وعزيز عليا بزاف، ربي يخليه ليا. عندي غير خويا سميتو واحد سميتو جمال. وصافي تقدروا تسولوني تقولوا لي شحال عمرو خويا؟ عمرو 18 عام، باقي صغير. وصافي انا كبر منه. صافي هنا دوزنا سميتو فاش خدينا الديسير. المهم هذا نهار اخر البنات، ماشي الروتين ديال داك البارح. المهم هنا البنات مع ديك العياد البحار وداكشي والله الا ما قديت ندير والو. هنا البنات خرجت الصباح تقديت شويه ديال الملوى والكرواسه وهكا، وجيت وجدت الفطور. وهذا النهار الوالده معوله غادي تمشي على حساب تيصوليو عليها من الدار، بغاو هادشي حيت اختي اللي قابلت ليها الدار ساكنه في وجده وغادي تسافر، وغتمشي معاها اختي بوحده اخرى باغا تمشي لوجده، غدوز يمكن للسعيديه يتبحروا. المهم قابلوا لها هاد الايامات الدار وداك الشيء بيد ما ترجع. وهنا البنات تيصونيو عليها على الصباح، اجي اجي ما تاجي. وصافي انا تنحبس عليها تنقول لها زيدي غير هاد النهار زيدي غير هاد النهار، ايوا معليش. المهم البنات هنا فطرنا وصافي، وجمعت الوالده حويجاتها، واصلا هي جامعه الصويك ديالها هي وخويا. ايوا صافي هنايا البنات كنفطروا كنضحكوا هذا كنحبسوها زعما تزيد معنا شي ايامات واخا غير شي يومين ولا هكاك، باش فعلاش الصراحه منها ما جلستش بزاف. ايوا المهم هنايا غير من بعد الفطور صافي تحركات مشات، وخديت لها شي واحد الباكيه ديال الكيسان تقدروا تشوفوها راها في الفيديو الاخر دايره واحد الكيسان بانو، وخديت لها واحد البلاد ديال الاتاي. المهم داك التصوير اللي صورت تحذف ليا من التليفون ديال دوك المشتريات. المهم البنات اللي خديت لها غزال وعجبها بزاف، ديتو بالثمن ديالو رخيص 2600، والكيسان تا هما ما غاليينش 100 درهم. وشي شامبوانات وشي خرفيقات هكا راكم عارفين الوالدين ضروري خصنا نتهلاو فيهم، واخا تكون يعني ابسط حاجه راه تيفرحوا بزاف. وتا حنا فاش كيجينا شي كادو ولا شي حاجه راه شنقول لكم كتحسي براسك طايره. ايوا صافي المهم فرحناها مسكينه وفرحت بزاف بالسياره ديالها ليا. وهنا البنات هانتوما شوفوا قتلني هذا الفيديو بالضحك، دايرين الصمطه هي ولينا وداخلين بجوج في صمطه واحده. المهم انا راه غادي نشادين الطريق غادي نسميتو هذا القنيطره. المهم مشينا هنا البنات ما كان غير النشاط، وكنحاول يعني ما نبكيش، كنحاول ما نكون قويه، كنحاول
يعني كنقولوا حنا راه يعني واخا البعاد واخا المغربين، واخا حنا غير في البلاد هنا راه مغربين، راه غير التليفون والواتساب وصافي، شي ما تيشوف شي، كل واحد ملهي في شغاله. المهم هنايا البنات درت لها الموسيقى وتموسقنا وداكشي، شدينا الطريق ومشينا هبطنا سميتو القنيطرة وتحركنا اصلا مع ديك العشرة وناس الحداش تحركات من الدار وصافي، مشينا سميتو هبطنا القنيطرة غير قنيطرة، مشينا للطاكسيات، وصلت لبلاصة الطاكسيات ما لقاتش المركوب، لقات دوك الطاكسيات ديال الوزان مازال ما دخلوش، صافي بقات كتسنى وشويه واجي واحد الخطاف قال لها ديك ب 14 100، يعني زاد عليها الثمن فوق العادي 10 دراهم. وصافي هي الوالده هي شويه عندها كلمه وحده، قالت لي ما غاديش نمشي ما غاديش نمشي، بغات تمشي في الكار ما خليتهاش. ايوا صافي بقات صابره شويه هو يجي الكار اللي هذا الطاكسي الخاص ديال الوزان، وصافي وركبت بالثمن اللي موالفه تمشي به، تيركبوه هما ب 1200 البلاصه، وصافي يعني هي وخويا 2400 جاتهم. وواحد السيده سبقاتهم ومشات مع داك مون 1400، ومشاو يعني شي 6 ديال الناس مشاو في داك الطاكسي الاخر. المهم انا سهل في الله جام وراه مشاو بهاد الثمن 1200 ريال ماشي 1400. ايوا وصافي ماشي مهم. المهم هنايا البنات ودعنا الوالده وركبناها، والوداع وداع وداع، وشحال صعيبه هاد اللحظه هادي وقاصحه. ايوا المهم البنات هنايا سلمنا عليها وشدت بلايصتها، ايوا ومشات هي وخويا وصافي. وهنايا كان البنات كنوريكم هنا كان باقي في الاول، كان باقي ما كاينش المركوب، وكان الدنيا عامره انتم هنايا كتشوفوا الناس كاملين كانوا كيتسناو، ما كانوش في الاول الطاكسيات كيخرجوا، راكم عارفين راكم عارفين المركوب. غير صراحه انا تعجبني نمشي هنايا، يعني هنا في الطاكسيات يعني بزاف باتت لو وقفتك تتركبي، ماشي بحال الكارت تبقاي تسناي تسناي، فهمتوا؟ تعجبني انا نمشي في الطاكسي واخا هما كيجريو بزاف بسرعه، ولكن بلا ما عنده ما يدير كيبغي يوصل داري. صافي هنا البنات تحركات الطاكسي اللي كانت فيها الوالده، وهنا طلعنا البنات قلنا شنو نديرو، قلنا نمشيو البنات بغاو يمشيو يدورو شويه في الخبازه، وصافي درت ليهم خاطرهم طلعنا سميتو الخبازه، راكم عارفه القنيطره، القنيطره القلب ديالها هو الخبازه. وصافي هنا ديك الاجواء البنات ديال عاشور عرفتو، التعارجوا البنادر ولدك المفرقعات ومونيكات، عرفتي داكشي ديال الالعاب، يعني الاجواء ديال عاشور ديال بصح. المهم انا البنات باقا ما خديتش شي حاجه ديال عاشور، هذاك الشيء ديال دوك التقاوات داك اللوز وداك الشيء ديال عاشور مازال ما خديت. المهم هنايا البنات درنا ضربنا دويره في سميتو في الخبازه، ودزت عند سميتو القيصريه ديال داك اللي في الخبازه، نيت سولت كنت باغا ناخد شي براسلي ديال الذهب، ساعه لقينا عندهم الغلا بزاف، واحد غير صغير قالت لي 70 ألف ريال، يعني اصغر واحد قالت لي 70، وواحد كان عجبني قالت لي 130 ألف ريال. المهم انا مقرره غناخذ في دماغي يعني واحد، المهم من عندهم هما ما خديتش، غالي غالي بزاف، داير اش غنقول لكم، داير 500 درهم للغرام، يعني 10000 ريال للغرام. طالع بالنسبه لي عدو، بغا اللي يبيع شي حاجه راه تجيب لي دابا الثمن. ايوا صافي هنا البنات غير الحوايج والبيجامات، وكنبغي ناخذ شي حاجه يعني اللي مهمه، ما بقاوش نخسروا يعني حوايجنا غير في الشراوط زعما بزاف، فهمتوا؟ واحد ياخذ غير داكشي اللي مهم. وصافي هنا البنات درنا مزيان في الخبازه وفوجنا، وباش ننسى عاوتاني غاده وتنتلف باش ما نتفكرش امي مشات. ايوا صافي هنايا البنات شفت داكشي ديال الجديد ديال الجوهره والجلالب، داكشي صراحه زوين في الخبازه، وحتى بالنسبه اللي ما بغاش تخيط داكشي كيتباع طالع واجد، غير هو الصراحه غالي شويه بالنسبه للقفاطن والجوهره، يعني الثمن يعني الا كنتي غادي تشري الثوب وتخيطي غير تقام عليك شويه، اما الا خديتيها طالعه تتقام. بحال المره كنت سولت جوهره قالت لي شي 1000 درهم، والله الا شحال تخليها لي، قالت لي 16 ألف ريال، نيت في الخبازه ولكن غزاله وكيتباعوا هكا طالعين واجدين. وصافي هنايا بدات تسخن الحال الموت ديال الصهد في الخبازه. المهم درنا، وهنايا ديال البليصه اللي قلت لكم فاش دخلت سولت سميتو البراسلي، المهم اصغر حاجه كيف ما قلت لكم دايره لها قالت لي 70 ألف ريال، يعني
واحد الحاجه ندير ايوا غير بحال الخيط والله يلا، حيت دابا 10000 ريال الغرام غالي. المهم الا خديت شي حاجه البنات نشارك معكم ان شاء الله، راكم عارفين تشارك معكم اي حاجه خديتها راه نجي تنوري لخوتي كلشي وصافي. هنا هذوك السنين ثلاثه عطو غزالين فنين، ويعني انا كنت عاد خديت سلسله خديتها من كازا غير بالواتساب وصيفط عليا وصيفط ليه فلوس في حسابه في كازا وصدقات هي زوينه وصافي. هنا البنات معذرنا بزاف الخبازه والشمس وداكشي، قلنا نجلسوا ناكلوا شي حاجه. المهم دخلت الباتيسري وعجبني هادشي اللي عنده، عنده ديك الحلوى ديال دوك الحلويات ديال اللوز، الحلويات ديال العكريم. المهم انتما البنات راه نصور لكم وصافي. وجلسنا البنات هنايا مع داك الصهد، راكم عارفين الموت الموت ديال الصهد، جلسنا هنايا وتلفوا شويه بيد ما صافي. هاد الخرابيقات البنات غير العواسرات وديك الحليوه، حسب لهم حسب لهم عاوتاني مولاهم شي 1400. عرفتوا اي حاجه تحطوا يدكم فيها غاليه، كل شيء غالي والله. الا 1400 اللي حاطتها في هاد العيبات هادو، واحد اربعه الكويسات العصير وحليوات وصافي يعني. وعاوتاني دوك مونين جيلي فين ما تحبسي الطوموبيل خاصك ثاني تحطي ليه دوري معاه، عرفتوا يعني خاصك ماندا خاصه غير هادشي ديال هادشي ديال الخروجات. الواحد ما يبقاش يخرج يبقى يجلس غير في الدار. يو صافي. وهنا البنات خدينا العصيرات وداكشي كلينا. المهم هنايا خارجين من سميتو من الخبازه، هنا تنخلي الطوموبيل في ديك الساحه ديال بيرانزاران، تما تنخلي الطوموبيل في ديك الدخيله تجيني ساهله من تما، تندخل من المعموره وتنخليها تما وصافي. المهم هنايا البنات راه بعدا وصلت الوالدة، بعدا سهلت عليها الطريق حيت راه خاصها تخرج 40 كيلومتر من عندنا عاد باش تدخل القنيطرة. المهم عاونناها شوية في الطريق سهلنا عليها وصافي. المهم هاد المعينات هادو اللي كيكونوا مذهبين. المهم آخر حاجة خديت، خديت واحد الصينية من بيم تاهي كلها تصدات ليا، ولكن ضروري خاصني ناخد هاد الصوينيات. المهم سولت البنات هنا قالوا لي 5400 فيها ثلاثه ديال البياسات، كاين اللي مربعين وكاين عاوتاني دوك اللي مدورين، يعني على حسب اللي بغيتي كل واحد وكيفاش الذوق ديالو. المهم هذا الحانوت هذا جا في الخبازه حتى هو كبير، عرفتو قد قد شوف فيه الطاج الفوق والتحت. المهم البنات انا كنت غير لتحت وهادشي اللي قدرت نصور وصافي. المهم دوك الصوينيات اللي مذهبين عنده غزالين تيحمقوا اللي بغيتو، والثمن ديالهم هنايا بهذا ب 5400 ويقدر يصايب زعما. المهم انا غير جيت غير نشوف وناخد فكره. المهم ان شاء الله من ناخد نشارك معاكم الحاجات اللي تنشري زعما وصافي. هنا داك الشيء ديال البلاستيك تيحمق، عنده اللوان هاد الشبيكات ديال الخبز داك الشيء زوين زوين بزاف. المهم الخبازه كانت غزاله والاجواء ديال عاشوره التعارج عطيو روينه نايضه في الخبازه وصافي. هنا البنات حوايج هنايا راكم عارفين الخبازه، عرفتو كتعجبني بزاف. انا اول ما ندخل سميتو القنيطره نيشان الخبازه وصافي. هنايا صافي خرجنا مشينا غاديين بحالاتنا باش نرجعو. المهم البنات حاولوا يعني ما امكن يعني الا بغيتو تزيدوا القدام يعني تصوروا الفيديوهات يعني وتنزلوا يعني بشكل يومي، يعني ما تحسوش بالكسل والاحباط تقولوا لا وتنزلوا يعني نهار في السيمانه اولا جوج مرات في السيمانه. يعني من الاحسن يعني حاولوا يعني يوميا يوميا يوميا. انا عارفه هذا الشيء راه متعب يعني يوميا، وتهز التليفون وتتصوري يوميا يعني منك الشقه ديال الدار منك الشقه ديال اللي تيخرج عاوتاني تخدم على برا والوليدات وهذا. المهم غير حاولوا حاولوا يعني تنزلوا الفيديوهات يعني بشكل يومي من الاحسن، وما تحسوش بالاحباط. اولا مثلا تشوفي شي وحده مثلا عندها كوزينه زوينه واعره واو وما عند مثلا واعرين وتقولي لا انا علاش غنصور اليوم شنو عندي مثلا اشنو غنبين ليهم مثلا ويجيك الاحباط وداكشي. لا اختي يعني صوري
يعني اللي كان مهم يعني تحفزي ونوضي وتجمعي الوقفه وتصوري وتقاتلي، وان شاء الله غتوصلي يعني وتكوني احسن احسن، يعني ما تحسوش بداك الاحباط، ولا تشوفي شي حد مثلا عنده دار زوينه ولا عنده مثلا يخت واعر ولا هذا، فهمتوا؟ راه حتى شي حد راه يكذب عليكم الكذاب، راه قليل اللي تيجي وتلقى كل شيء واجد. يعني راه اي واحد يعني ومنهم انا يا راه تنبداو من الصفر، يعني ماشي غير جينا مثلا وصلنا لواحد الحاجه، راه اي واحد راه تدوز عليه وتدوز عليه، يعني اش نقول لكم، تدوز عليه ديال بصح. المهم ما يهمكمش المواعن ولا الزواق ولا البلاكارات ولا داكشي، نوضي جمعي الوقفه اي حاجه كانت اختي، ومن هنا تنعتبركم يعني خواتاتي، غير صوروا واخا يكون داكشي غير اللي كان. تنشاهد لكم البنات، وتيعجبني التواضع، وتيعجبني الناس المتواضعين، وتيعجبني نشوف الفيديوهات ديالكم ونشوفكم متقدمين ونشوفكم مقاتلين، يعني اللي كان غادي نصوروا ونزلوا ونتحفزوا، وان شاء الله من نجاح لنجاح. وكنبغيكم بزاف، ونموت عليكم حماق عليكم متابعين قناتي. راه اي واحد تيدخل تيكتب ليا شي هضره ولا شي حاجه تما، اش غنقول لكم؟ راه والله العظيم ما عنديش كيفاش نرجع ليكم الخير ديالكم. الله يحفظكم، وكنتمنى ما نكونش ثقيله عليكم. واصلا حتى اللي ما لقاش الوقت مثلا ويدخل ويخلي لي تعاليق اولا شي حاجه، انا مقدره وعارفه اللي كاين، عارفه اي واحد راه عنده الشغل عنده الخدمه كيمشي من هنا كيسافر من هنا، يعني ماشي ضروري يعني غنتقلق اولا شي حاجه شي حد مثلا ما دخلش عندي. المهم راكم عائلتي الثانيه وحباباتي والغزلات ديالي، راه كنموت عليكم. ايوا نوضوا البنات نوضوا، وحاولوا يعني تنزلوا الفيديوهات ما تعكزوش. يلا نخليكم دابا الغزالات ديالي، نمشي نشوف انا الشغلات ديالي. يلا بسلام عليكم، كنموت عليكم. كريم وتفيت حر الاوركسترا كريم شبابي. وما نغيت فلوس وما نغيت الدنيا، رشيد بغيت بينا تلقى الحيه ليا، وانا بغيت فلوس بغيت الدنيا، هشام بغيت الحنانه تلقى الحيه ليا، وترجاك يا سيدي ربي ما تحرمنيش من كلمه امي. رشيد دي راسي على رسمي، أطارق نعود ليها أنا على اللي في قلبي. يا رسول غادي نغنيوها شوية عبينا بينا. أسمع وانا بغيت فلوس ما بغيت دنيا، رشيد ودي الطيب.